بسم الله. بعد ما وصلنا الحمد لله ان احنا ضفنا البيانات وبنجيبها، عندي اي دي بيتكريت لكل ايه، لكل ريكورد. انا عايز اعمل ايه المره دي؟ عايز ابعت الاي دي تجيب لي الكانتري بكل الكاستمرز اللي فيها. ماشي، اشيل بس الكونسول القديمه دي، مش ليها لازمه. فانا عايز الفانكشن بتاعتي المره دي اللي اسمها كانتري كاستمر اندرسكور ديتيلز. المفروض ان ابعت لك رقم الكانتري اللي هو الاندرسكور اي دي، وانت ترد عليا بكل بيانات بقى الكانتري بكل الكاستمرز اللي موجوده فيها. فقلت له روح على كانتري كاستمرز دوت فايند باي اي دي، وهبعت له الريكوست دوت بادي او دوت بارامتر، عشان هيبعته من فوق، دوت بارامترز دوت اي دي. فهيبعت معناها ان هو في اي دي جاي لي من فوق في اليو ار ال يعني. بس هو ده الفلتر بتاعي، مفيش غيره. والفانكشن الارو فانكشن بتاعتي ناقصه الارو، هي ايرور. والداتا اللي هترجع هي عباره عن الكاستمرز او الكانتري كاستمرز يعني، مفيش مشكله. ممكن ناخد كوبي من فوق من الحته بتاعت الايرور والريسبونس بتاع الستاتس بتاعي، اختصارا الوقت كده، وبيست. و ادي النتيجه بتاعتي. طبعا هرمي داتا، بس المهم ايرور. إلس الداتا بتاعتي هتبقى مش كانتريز، هتبقى الايه، الكاستمرز بتوعي زي ما انا كاتبها فوق. لو جبتها داتا تبقى داتا، لو جبتها كانتري كاستمرز تبقى كانتري كاستمرز. بس ده الفلتر بتاعنا، بس باي اي دي، مفيش اكتر من كده يعني. فلو رجعنا كده نتاكد ان هو تمام، بنادي على سلاش اي دي على طول يعني. بعمل ايه بعد العلامه الاساسي بتاعي سلاش والاي دي. مثلا اخدت الاي دي ده كوبي بتاع مثلا السعودي اريبيا، وعملت نيو ريكوست جديد. انا عايز اجيت سبيسيفيك كانتري ويز اول كاستمرز، يعني بكل الكاستمرز بتاعتها. تمام، واحطها جوه البي اي، البنك بي اي. وادي اليو ار ال بتاعي، ده الاي دي اللي احنا كنا واخدين كوبي. ماشي، مش مشكله. نروح نجيب بيت اليو ار ال لغايه الايه، الكانتري كاستمرز، وارجع تاني احط اليو ار ال قبل الاي دي بتاعي على سلاش، وادوس سند. جاب لي زي ما احنا شايفين سعودي اريبيا، وجاب لي الكاستمرز اللي فيها فاضيين. لو اخدت اي دي تاني، طبعا لو الداتا موجوده بتاعت الكاستمرز هتظهر كمان معاها زي ما هنشوف فيما بعد. بس المهم بقى بيسمع معايا بالظبط، وجاب سوريا وجاب الكاستمرز فاضيين. لو الكاستمر كان فيها داتا كانت ايه، كانت جت.